مساء الخير. طيب أنا رح أبلش بالبدايات، يمكن شوي أفوت، رح أمشي مشوار معكم رحلة. بدأت بال 2007 أنا أسست مبادرة ذكرى، بس قبل ما أبلش بالمبادرة في منطقة اسمها غور المزرعة أنا كنت أتطوع في جمعيات، وبعدين قررت أني أترك التطوع في جمعيات وأسس إشي مشروع أنا أبلش فيه. فسألت حوالي وين أكثر مناطق فقرة وحاجة، ودلوني على منطقة اسمها غور المزرعة اللي هي تعتبر من جيوب الفقر في الأردن. غور المزرعة 100 كيلو بعيدة عن عمان، يعني جنوب بعد الموجب بربع ساعة، بدها ساعة وربع بالسيارة. هلأ لما نزلت على المنطقة اللي شفته كانت منطقة كئيبة بالنسبة لي، منطقة فقيرة. كان هدفي أنا ابن المدينة، كنت أشوف عمان غنية وحاسس أنه المناطق القروية هي فقيرة ولازم بحاجة لناس من عمان يعطوها شوي من هالغنى والثروة الموجودة في عمان. هلأ مع الوقت ومع التجربة بلشت أكتشف أنه شغلات كثيرة صارت تفاجئني، وشغلات كثيرة بلشت تورجيني قديش أنا كنت فقير بكثير شغلات، قديش أنا كنت أفكر حالي جاي من مدينة فيها كل شيء، قديش بلشت أنا أكتشف قديش أنا فقير، وقديش صرت أكتشف قديش المنطقة غنية. وتغيرت كل نظرتي وتغيرت طريقة تصويري للصورة ورؤيتي للأمور، تحولت من هاي الصورة صرت أشوف المنطقة بهاي الصورة، وهي نفس المنطقة ما بتختلف بأي شيء، بس أنا اللي كان بمخي هو اللي تغير وصرت أشوف هاي. وهون بلشت رحلة التعلم من القرية والمدرسة اللي تعلمت منها من القرية. هلأ من الشغلات اللي تعلمتها رح أعطيكم هيك أمثلة بسيطة من شغلات تعلمتها وكيف هي نواة لإلنا في حياتنا، إذا بنستلمها نتعلم منها رح تغير كثير شغلات من حياتنا. وبدي أعطي مثل أم الأسد. أم الأسد سيدة من غور المزرعة. أم الأسد أنا بعتبرها واحدة من دكاترة الجامعة القرية اللي أنا تعلمت منهم. أم الأسد أنا بالنسبة لي من أهم الدكاترة الجامعيين اللي هي جامعة القرية اللي تعلمت منها، وطبعاً منها ومن عدة أشخاص آخرين من القرية. أم الأسد بس إذا بصور بس أيامها وممارساتها الحياتية اليومية، اكتشفت كل يوم، يمكن هي ما كانت مكتشفة هالأمور بس أنا اكتشفت كنوز. واحدة منهم كنت أشوف أم الأسد عندها بستان قدام البيت، زارعة بستانها، كنت أطلع على البستان، أرجع لعمان أشوف البساتين اللي في عمان، أطلع في عمان مساحات رايحة كلها حشيش وشجر ولا إشي منه منتج، كل شيء بس أرض بتستهلك مي بتستهلك طاقة وشغل ولكنها بالأخير مش منتجة. هلأ يمكن في بيكون شجرة ليمون بس، ولكن أم الأسد أرضها 100% منتجة وبتاكل منها كل السنة، بتاكل من أرضها وبتنتج من أرضها. والفرق بين وهون بلشت أنا أستوعب من هو المتحضر ومين هو الغير متحضر، والحضارة شو معناتها. هل الحضارة هي الاستهلاك ولا الحضارة هي الدول؟ الحضارة من الإنتاج من العطاء من هذا. مثال ثاني لاحظت عند أم الأسد، في عندها تانك مي، محل ما بتغسل محل ما بصير شطف إلى آخره، عاملة ممر للمي وزارعة شجر لهذا المي لتستفيد من كل قطرة مي اللي هي علمونا إياها إجتنا من الغرب، ومنحكي والجري ووتر والمياه الرمادية إلى آخره. أم أسد لحالها بالفطرة لا علمتها إياها الكتب ولا علمتها إياها غير الحياة والطبيعة وعلاقتها القريبة من أرضها. خبز الإشراك على فكرة أم الأسد بناتنا. أم الأسد تحية لأم الأسد. رجع الخبز. أوكي. هلأ خبز الإشراك، في كلمة مهمة كثير تحكيها أم الأسد، يلي هي اللي بيخبز بيأكل اللي ما بيخبز ما بيأكل. هلأ إحنا كثير بيجي زوار على منطقة الغور وبتعلموا من أهل المنطقة، وأم أسد هي اللي بتعلم الخبز ودائما بتحكي اللي بيخبز بيأكل اللي ما بيخبز ما بيأكل، وإلها هالكلمة إشي فلسفي قوي جدا جدا، اللي هي قول جبران خليل جبران اللي هي ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج وتشرب مما لا تعصر. وهاي الكلمة إنه أنت إذا ما كنت مجتمع منتج أنت راح تموت من الجوع، وأنت إذا بتكون مستهلك
هي بالعكس، المنتج هو اللي بعيش والمستهلك هو اللي بتروح عليه. واكتشفت أنا أنه في كثير مرات لما تكون مقطوع الكهرباء الحياة بالغور ماشية، ما في هالاعتماد على الآلة، ما في على المصانع، على هذا. الحياة مش مبنية على مصنع ومؤسسات، الحياة ماشية، في حلول طبيعية طلعت واستدامة طالعة من القرية بدون هال. فخبز الإشراك إذا انقطع الكهرباء الناس ظلت تأكل خبز. أنا بسمع كثير فيه هلأ لأنه حروب ومشاكل، وتاريخيا لما تنقطع الكهرباء بنسمع أنه توقف المخابز، الآلات هاي الضخمة، التطور اللي مسميها تطور المصانع بتوقف عن الشغل، ولكن خبز الإشراك بضله مستمر وما بصير في مجاعة ولا بصير في حالة طوارئ. نرجع لهاي سيارات الأسلاك بالمنطقة. في شاب اسمه، عملنا مسابقة، ولد اسمه محمود عمره 11 سنة عمل هاي السيارة. هلا أنا لما نزلت أول بالفترات الأولانية لما كانت الصورة عندي الكئيبة كنت شايفها وكنت أحزن على إنه حرام، شوفوا كيف ألعابهم، شوفوا مساكين، وصار بدي أروح أشتري لهم سيارات البلاستيك وريموت كنترول إنه شوف حرام خلي يتهنى زي أولاد عمان إلى آخره. بس بعدين لما درست أنا في مدرسة القرية وتطورت تعلمت أهمية هاي اللعبة وقديش هالنواة لكل إنسان ليتطور في حياته ويصير منتج ويصير مخترع ويصير مبدع ويصير 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 بدون واسطة المدارس، بدون واسطة المؤسسات ومؤسسة العلم. العلم موجود طبيعيا. هاي السيارة أهميتها أولا صنع في الأردن، كل ابتكار الطفل، الفن. أنا محمود لما سألناه شو أهم جزء بهاي السيارة، محمود حكى لنا الجزء اللي عليه سهم اللي هو محطوط علم الميكانيك، حكى هاي أهم مركز في السيارة. حكينا له قال حسب هاي كيف تنعمل السيارة بتخمس. زلمة بيحكي فيزياء، زلمة بيحكي ميكانيك، يعني بتطلع إنه كيف وتدعيم السيارة وحجم العجل وكيف يركب وكيف. هذا محمود الحياة اللي حواليه اللي علمته. أنا بلشت أطلع حالي واكتشفت إنه شو اللي إحنا رايحين فيه، وين صرنا، وين كان، يعني كيف كانت الحياة وكيف عم نسير. كلنا نسبة لنا الحياة معناها لازم كل شيء يطلع يا من مصنع يا من مؤسسة، وإلا هو لا يسوى شيء. فهذا الفرق بين سيارة محمود والسيارات اللي عم نشوفها اليوم. وعملنا معرض، سوينا مسابقة وسوينا معرض في عمان، وإجوا الناس، ولأول مرة ابن القرية مش جاي الناس تساعده، كان جاي يضيف الكنز اللي هو عنده لأطفال عمان، وأطفال عمان هون بالصورة عم بتعلموا. أطفال عمان هون عم بتعلموا، ومحمود اللي حاطط الشماغ عم بتعلموا كانوا كيف يصنعوا. وحتى الأهل صاروا يحكوا أولادهم شايفين كيف تقدر تصنعوا سيارة بدون ما تدفعوا حقها وكيف تكونوا مبدعين. وشافوا وبلشوا الولد يشوف ابن الغور إنه شو مبدع، شو بلشت هون تتغير. كمان جبنا مدرسة هون كان كورس من القرية في عمان سريع. شوف شو بيعملوا بكاس النايلون، شوف الزينة اللي بتنعمل. هذا من كاس النايلون بيعملوا منها ورد وبصير فيها منها بوكيه. هاي صورة لطلاب من الجامعة الألمانية هندسة العمارة نزلوا على رحلة على القطارة. في حدا كان ولا بقدر أحكي اللي بدي إياه يعني. نزلوا كان في ينزلوا يتعلموا هندسة العمارة الطين من وكيف يصير في العمار المستدام من الطبيعة. ونزلوا كمان يتعلموا من أهل المنطقة من القرية من مدرسة القرية كيف يتم البناء واستعمال المصادر اللي حوالينا. وهاي يعني بنروح بنشوف إحنا هاي الشغلات بكتب عظيمة وكيف بناء الطين وهندسة الطين ومش عارف إيش، واللي بناها في الغور واللي عايش فيها ما درس ما قرأ هالكتب، وهي الطبيعة اللي علمته، مصادر العلم هي المدرسة اللي حواليه. واللي نكتشف يعني اللي أهمية بيوت الطين إنه قديش هي مثلاً فيها حتى تكييف مجاني، تكييف بدون استعمال الكهرباء، يعني بالشتاء بتكون دافية وبالصيف بتكون تعطي برودة. فشوف في حلول كانت حوالينا، وقديش الإنسان كل ما يرتبط بالأرض الاستدامة عنده محلولة، ما فيش عنده مشكلة. هذا كل ما إحنا طلعونا المؤسسات الفكر لهذا الاعتماد على مصانع، طلعونا وغطفونا من الأرض، صفت حياتنا كلها اعتماد وتنهار إذا انهارت التكنولوجيا.
هلا برجع على شغلات عم تجينا من الرب، يعني كثير نسمع شغلات بنشوفها هي موجوده حوالينا، بس اذا حكون لها بالغرب هي اللي بنصدقها، اذا اجت من عندنا ما بنطلع فيها ولا بنشوفها. يعني هاي الكياس كثير هلا صار انه اعاده تدبير، وعشان الكياس نالوا عنه مشكله في الاردن، بس هي طول عمرها موجوده، يعني في القرى طول عمرها موجوده عند البدو الكيس القماش، يعني بحياته ما كان في اصلا كياس نايلون، فالواحد لما يرجع يتفرج حواليه المدرسه موجوده، بس بدنا تبريد المي بالجره، هذا من ورق الموز، الزينه. هلا مشكلتنا احنا كمان صرنا في عمان بالمدن او بشكل عام صارت هاي فكره الجيره والنسيج الوطني صارت يعني ممحيه، يعني حتى على مستوى الواحد بده يروح يجيب سكر دغري بفكر بالدكانه، ما بفكرش بجيرانه، يعني جيرانه بخاف منهم اصلا، بسكر الباب وبيحكوش مع بعض. فحتى على مستوى الجير، يعني انا بتطلع بالقرى، يعني لما كان ينبني بيت الطين كانت هاي زي حفل، كل الصغار كل الحاره تيجي تلتم، كل واحد بده يصنع بده يشتغل بده، يعني ما كان في انه لا خليه ابصر من وين جايب مصرياته، هذا كيف بنى، من وين، شو ناصب، شو صار، كان في هلا بعمان مش عم بحكي يجوا الناس يبنوا مع بعض، هذا على الاقل كمان لسه بالغور الناس عم تبني بيوتها بايديها. بس انا الفكره مش انه يصير هيك، بس فكره نصير لازم نطلع بنموذج المناطق، نسوي نشكل جمعيات بلديات هيك داخليه بين الناس، نصير نشتغل في مناطقنا لانه كثير معزولين، وكثير عم بشوف هال، يعني لما يصير عزاء، لما يصير وفاه بعيد عنكم في مثلا الغور كل القريه بتختفي، بطل في، يعني في لسه هالنسيج القوي اللي احنا نفتقد له كثير في عمان. هلا هذول اللي بسموه الباتش وورك او الرقع القماش، هذا الفن، هلا دخلنا في الفن، هذا موجود في القريه، الملابس المستعمله البقايا بيعملوا فيها الرقع زي هذا ما شايفين العريشه والى اخره، هاي طبعا عند الاجانب هي غاليه وكثير ناس بيشتروها وحقها غالي كثير، وهي موجوده عندنا، يعني في فنون اصلا موجوده طالعه في القرى، احنا استخدمناها في مركزنا في الغور وعملنا فيها المطبخ، حطينا ففي شغلات حلوة. عجبتكم؟ هلأ في من الأدب الهندي في قصة اللي هي بتحكي عن ملك شاف سمع عصفور بغرد وحب كتير تغريده، وأمر الخدم اللي عنده والكل بيشتغلوا عنده أنه يجيبوا هذا العصفور وحطوه يعتنوا فيه أحسن اعتناء ويصرفوا عليه أحسن الأموال عشان يضلوا يغرد. جابوه حطوه بقفص ذهبي وصاروا يهتموا فيه، يعطوه أكل يعطوه أكل يعطوه أكل، بس مع الزمان بلش هذا العصفور يروح التغريد منه، يروح 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 لحديث ما بطل يغرد. وهذا اللي عم بيصير فينا إحنا في المدن، عم بيصير عنا عم نهتم بالمظهر الخارجي وعم نقضي على الجوهر الأساس اللي بدنا إياه، اللي بده هذا اللي هو لساته موجود في القرية، ولكن كمان مع الوقت عم بيصير في انهيار. هلا هاي الصورة لمصنع، هلا تعبت ما انا بتحمس شوي هلا هاي الصوره لمصنع من المصانع يلي صاحبه بياخذ جوائز لانه خبير اقتصادي، لانه شخص رجل اعمال ماهر، لانه رائد اجتماعي الى اخره، ومن غض النظر على التلويث اللي عم بيعمله، على القتل اللي عم بيقتله، وما بيهمنا ومصير نكافئ، فصار حتى فكرة نكافئ الشخص ونكافئ على التدمير تبعه ومنسميه خبير اقتصادي، بالمقابل ابن القرية صار هذا بسموه غير متحضر أو بسموه دقة قديمة أو بسموه، يعني أنا بعتذر على الأسماء بس هذا اللي بنسمعه. وللأسف اكتشفت أن التطور والحضارة هي موجودة، والحضارة بمعناتها الأصلي، الحضارة شو هي؟ هي معناتها التطور الذي يناسب الحاضر، وأنا المدينة مش عم بشوف فيها تطور عم بيناسب الحاضر، عم بشوف تطور عم بيدمر الحاضر، وشفت أنا التحضر عم بيناسب الحاضر هو الموجود في القرية. هاي الصورة كثير في منها عبر، هلا هون عم بيعطيهم بيحكي لهم أنا ما في هنا فساد ومساواة وفيش وسطات إلى آخره، وكلكم رح تاخذوا نفس الفرصة اللي هي تطلع وتتسلقوا الشجرة. طبعا الوحيد المبسوط القرد لأنه ظابطة معه، والسمكة قالت لك أكلنا هو. هلا الصوره هاي شو بتعني؟ هلا الفكره منها انه احنا هيك مؤسساتنا وخاصه المؤسسه التعليميه حكمت علينا، حطتنا في قوالب انه انت يا شاطر يا فاشل بالدروس، يا بتجيب انت علامه والا انت فاشل. يعني قديش احنا بمدرستنا كان في المبدع بالرياضه، قديش كان في المبدع بالموسيقى، قديش كان في المبدع بكثير شغلات، ولكن هذا اكاديميا كان مش ناجح لانه ما كانت ميزته
يعتبر هذا نحط بتصنيف الفاشلين، وأنا واحد منهم. يعني أنا بالمدرسة ما كنت شاطر، ودائما أنا اللي ماكل هوا، ودائما اللي محروم المصروف وإلى آخره، ودائما مصنف بالمدرسة إنه هذا مش عارف، حتى للجامعة بس إنه نجحت وأخذت شهادات. فدائما دائما أنا كنت السمكة، يعني اللي مستحيل كانت تطلع على الشجرة. بس بعدين اكتشفت، أنا لما اكتشفت اشتغلت بشركات إلى آخره، وبعدين تفرغت ودخلت على مدرسة القرية وتعلمت منها وشفت المقدرات اللي عندي، طلعت أنا شخص ثاني. إنه أنت اللي كنت مدرسة نفسك تسوي ذلك، إنه معقول؟ إنه طب كيف هون؟ لأنه هاي ميزتي، لأنه اكتشفت ميزتي. يعني كنت من سمكة تحولت لقرد، صوت أقدر أطلع له. هلا اللي صار، أنا ليش تحولت لقرد؟ لأنه هاي كانت ميزتي، لأنه ما كان النظام التعليمي ما كان مقدر أو همه يكتشف أنا قدرتي أو يعرف أنا شو بيميزني. عندي ميزة ما كانت أكاديمية، بس مش معناتني أنا فاشل. فللأسف حياتنا صارت مجزأة وصارت. وبحب أحكي في علي بن أبي طالب، إمام علي بن أبي طالب بيحكي، مين بيعرفها؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه، من 1400 سنة حكاها علي بن أبي طالب. قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني قيمة الإنسان بإيش الميزة تبعته، لا بإيش أنت تيجي تفرض علي سيستم تقول لي أنت شاطر أنت مش شاطر، أنت ذكي أنت مش ذكي إلى آخره. واللي عم بيصير فينا اليوم إن هالقرية عم تتدمر، لأنه عم بيصير القرية عم تنظر للمدينة، والمدينة عم بتحسس القرية إنه أنت كل شيء هذا مش عصري، وكل شيء عندك أنت مش متطور، ولازم تكوني زيي. والقرية عم تحس حالها إنها أنقص، وبدها تصير زي المدينة، والمدينة بدها تصير زي الغرب، لأنه كمان حاسين إنه إحنا ما بدنا نكون هيك. أنا بحس حالي مش عايش بالأردن وبدي أكون هاد. وفي صار هالمشكلة، العقدة اللي عم تتكون للكل، كل صار مستحي بمين هو. وإحنا حتى بالموضة، يعني الشروال إجا من عنا، بس إحنا لما الغرب سوا موضة صرنا نحبه، يعني أو صرنا نلبسه. محدش يزعل إذا حدا. هلأ بالأخير الرسالة هي ما في حدا أحسن من حدا. ما عم بحكي القرية أحسن من المدينة، المدينة فيها كثير ميزات، فيها كثير كنوز، بس ولكن القرية كمان فيها، وكل جزء بالأردن فيه كنوز، وكل إنسان فيه كنوز، وكل إنسان مميز، ما حدا أحسن من حدا. بس الفكرة هي التبادل، خلينا نشوف بعض، لأنه الوقت اللي بيصير فيه التبادل، أنا ببطل شايف حالي عليك، ببطل فوقي، ببطل طبقي، ببطل كل المشاكل والحروب كلها بتلتغي. أنا بشوفك قيمتك زي قيمتي، وأنت مش أحسن مني ولا أنا مش أحسن منك، بس إحنا بنكمل بعض. وزي الفسيفساء ما بتكمل اللوحة غير بكل قطعة صغيرة وكبيرة، وكلنا مهمين. وأنا بتمنى منكم كلكم تروحوا هلأ لما تخلصوا تصير تشوفوا كل شيء كنتم مفكرينه، عندكم أفكار مسبقة عليها، تشوفوا تفتشوا على قديش هم أغنياء، ما تضلكوا تفتشوا على النواقص. لأن أنا كنت أفتش على النواقص، صرت أفتش قديش المجتمعات غنية والإنسان غني. وخلينا نعمم هالفكرة على كل شغلنا، على كل مناطقنا في الأردن، على كل مبادرة بنعملها، على مدينتنا، على أي فئة. ومن هنا أنا بحب أنهي وبشكركم بهاي، بختمها: احذر من بعض طباع المدينة وصفاتها، حافظ دائما على القرية في داخلك. وشكراً.